يجاهدوا بيوتوا وضوء. هذا منه؟ هذا منه أول مصر. حوشوا تم يتبنيوا. الله نبدو مزدي تعطونا رخصة. نطلبوا له ونتعاون خطف لنا الشعب في خير. رخصة ولا قطعة أرض؟ والله عندكم هنا قطعة أرض. عندنا هاي بلدينا هنا وما الشعب فقير ما عندوش. حوشوا جمعة برات. اسكو عندكم رخصة بناء على الجامع هذا؟ لا ما عندنا. عندهم الجمعية. عندهم 47 مسجد في الولاية. اشتباه هذا دوموندي وحاجه ومش مبنيه على الصح. هذا كنا في ساعه رحنا توسنينا ولا لا. وين رحنا الفيجه ولا توسنينا ولا جيت لنا في الفيجه في عين ذهب. رحنا عين ذهب ثاني مواطن حاب يبني قلنا له حبس دير دراسه ودير عمر لابد رخص بناء ودراسه وجمعيه دي. عندكم جمعيه دينيه؟ مازال سهلوا عليك. لا لا نسهلوكم ان شاء الله. ان شاء الله. وثانيا ملعب الامام المتطوع لها مصلى امام المتطوع مصلى متطوع هنا من القريه دراسه قرانيه قري الدراري الصغار القران في الصيف مركز الجمعه هذا مصلى ومدرسه ومدرسه قرانيه الشيخ هذا دايرنا عاده وعباده. الله يحفظكم. يعني الصيف جمعوا يعني الكلاب والطالب هنايا يقري الاولاد الصغار القران يكون عطله ما شاء الله. سيدي الرئيس اسكو مدير الشؤون الدينيه جزاكم علاش معليش هاني جاي هاني جاي حاكم الربع الشغال عليكم انا الشغال الاول او بدا بالجامع اذا بدنا نديروا الوثائق مدير الشؤون الدينيه ويجيكم مدير الشؤون الدينيه اول مره راه يقري الاولاد ماذا بينا اطروا شوفوا هكذا واعطي له التفويض ترخيص 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 مول الارض هذه ما ارض خواص الدوله ايه ما عملك الدوله ديروا لي ترخيص الشؤون الدينيه ديروا له وشوفوا مع مكتب دراسات ديروا لهم رخصه البناء كود عندهم رخصه البناء والتسويه تاع الارضيه برمجهم بور باش جمع تبرعات كي هما كي المشاريع. ملعب جواري الدراري راهم يلعبوا في الطريق هنا حتى يفرينوا عليهم صحاب لو طيح في الشغل. يعني والله بديت هنا بالجامع وراها هذه امور اداريه سهله. انا قلت تبداوا لي بالغاز. الغاز هو انا جايين هنا. انا جايين هنا. ايش عارفكم؟ حاجه سهله. انا الخطره الملعب وهذه سهله. صح هذه من دوك نقول لك سهله. صحيح. احنا احيانا كيروحوا بعض الدواوير يبدا لك الحاجه الواعره ومن بعد السهله يخليها هي الاخرى. انتم بديتوا بالسهله يعطيكم الصحه والله الا. نبداو بالسهله بامانه. سهله سهلتوا علينا. ان شاء الله سهله. ونبداو بالصعب حتى نبداو. ملعب جواري خدمنا واحد حكينا ارضيه لا اسمح لي سيدي خدمنا ملعب جواري هنايا في القريه الاولى اللي مشينا لها المره اللي فاتت عند المدرسه درنا ملعب جواري وسط ما بين هذه القريه والقريه هذه وقريه بورما قلنا لهم ملعب جواري واحد وسط يلعبوا فيه في الوقت الحالي لما سموه جواري نورمالمون جواري يعني قريب جواري راك تقول له ملعب جواري تقول له روح كيلومتر ملعب جواري جواري لازم يكون قريب واحد التجمع السكني ارضيه هنا سيد الوالي شوفوا الارضيه الارضيه هذه اللي ها الكاز السكان هنا سيد الوالي سيد الوالي اسمح لي دول واحد 400 هنا هذه المناطق حنا كاينه لي بروبوزي وجاو صحاب ما نقولوا القريه لابد نجمعوا معها قرى اخرى اخرى نعم كلمنا قبيل القريه اللي كنا فيها على هاي قريبه الجرس وقلنا نديروا على 4 كيلومتر باش نختار المساله تاع دراسه مع سونيكاز نديروا الدراسه بالدواوير هذو اللي شفناهم اسكو داروا الدراسه؟ جيستمو داروا الدراسه السيد الوالي جاو الدوار هنا جاو الدوار هادو باري الدوار بالرومان هادو ثلاثه اللي يحتاجوا مدير تصنع لازم يدير بونس لازم لهم لازم يدير ديستريبيسيون بيبليك يعني توزيع عمومي للغاز لابد لهم بونس خاطر بعاد على جيب العمار واحد 9 كيلومتر داروا لي كل شيء الكهرباء هنا نشوف عندهم ناقصه شويه ناقصه شويه ناقصه شويه توسيع الداخل خصهم توسيع الكهرباء توسيع الكهرباء دونك كاين الناس اللي بناوا ما عندهمش باش يديروا لهم لي ركوردومون ركوردومون شي غير الرابع الرابع قلنا الغاز 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 والاناره الريفيه هنا تاع الوسط ما عندناش هنا كاينه الوجيهه الاناره دونك توزيع تاع الاناره دونك نشغلوا المسجد الثاني ملعب جواري
الغاز وتوسعة ثم هنا تخدموا أكثر فلاحة هذه الوالي عندنا اليوم زرعة الطهري محمد خاصنا المدة مع الناس وين نهضروا عليها توسعة زرناها Thank you.